تقريبا ده فيديو للتاريخ بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. رسميا أشرف داري لاعب في النادي الأهلي، اللاعب المتميز، اللاعب الكبير، خلاص هيصل القاهرة إن شاء الله بكرة يوم الجمعة. كل جمعة حضراتكم بخير إن شاء الله. اللاعب هيجي هيوقع على العقود بالنسبة للنادي الأهلي، لاعب كبير، لاعب متميز جدا جدا جدا، لاعب نادي بريست. النادي الأهلي خلص كل المفاوضات مع نادي بريست، كل حاجة خلصت. كمان في تصريحات لوالد أشرف داري طلع واتكلم مع جماعة وقال رغم الضغوطات نادي الوداد وجماهير نادي الوداد عليا إلا إن اخترنا النادي الأهلي. كمان أشرف داري يا جماعة كان في زيارة خاصة مع اللاعب المتميز جدا 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 طبعا رضا سليم في فرنسا. رضا سليم كان بيقضي العطلة بتاعته في فرنسا، لعيب كبير ولعيب متميز جدا جدا، ده أمر. الأمر الثاني، اللاعب أشرف داري عمل طبعا متابعة أو فولو لبعض لعيبة النادي الأهلي على الانستجرام زي شناوي، زي كهربا، حسين الشحات، محمد بن علي بن رمضان، الأمير توفيق تقريبا بقاله 3 أيام في المجر. الصفقة خلصت بالنسبة للمفاوضات مع النادي المتميز النادي المجري، وخلاص الصفقة خلصت ب 2,200,000 دولار. صفقة كبيرة، صفقة متميزة جدا. العائق كان في المفاوضات ان النادي الاهلي يدفع المبلغ كاش مش على 3 اقساط، والنادي الاهلي وافق والنادي المجري ياخد 2,200,000 دولار بالنسبة لصفقة اللاعب الكبير المتميز جدا 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 محمد بن علي بن رمضان. صراحة صفقة رهيبة جدا. فتخيل معايا بقى وعيش معايا كده صديقي الاهلاوي، عندك جول كيبر في حراسة المرمى طبعا هيبقى محمد شناوي، 2 سرد باكات هيبقى أشرف داري ويوسف أيمن حافظ، طبعا على اليمين محمد هاني وعلى الشمال يحيى عطية الله، 3 في نص الملعب كارتكاز طبعا، مروان عطية قدامه، إمام عاشور ومحمد بن رمضان، 3 في الخط الأمامي، أسامة أبو علي، رضا سليم وحسين الشحات. الغربلة اللي عملها كابتن محمود الخطيب، رحيل كابتن محسن صالح، رحيل أمير توفيق، رحيل خالد بيبو، ناس كتير قوي مشيت من الجهاز الفني والاداري واللي له علاقه بالتعاقدات. الراجل في حاله استياء غير عاديه، سواء كابتن محمود الخطيب او مارسيل كولر من التعاقدات. النادي الاهلي ما خلصش غير صفقه يحيى عطيه الله، خلص يوسف ايمن حافظ. النادي الاهلي محتاج لعيبه كتير جدا جدا، خاصه في مركز السنتر باك، محتاج لعيب متميز جدا بعد رحيل محمد عبد المنعم، محتاج طبعا لعيب في نص ملعب مركز 8 على اعلى مستوى بعد رحيل حمد فتحي وآلي ديانج. فالنادي الاهلي عنده قصور غير عاديه في بعض طبعا المراكز داخل ارضيه الملعب ومراكز حساسه، يعني مركز 8 اللي هو البوكس تو بوكس انت محتاج لعيب مميز ولعيب كبير. خلاص انت عندك اكرم توفيق ومروان عطيه بيلعبوا بيلدر سنتر او كلعيبه ارتكاز او لعيبه محوريه، لعيبه على اعلى مستوى طبعا ده بشكل مميز جدا. عندك مين رقم 8؟ ممكن قفشه، ممكن السوليه، ممكن امام. في ظل الازمات اللي بتتتالى على نادي الزمالك، نادي الزمالك يا جماعه داخل في صدمات كتيره، زي خالد بوطيب، زي طلع لنا في المقدر ابراهيم انضاي، تشيمبونج المدرب المساعد لمستر فريرا المتميز جدا، اللي كان الراجل عامل يعني شغل متميز جدا اللي هو اجاوش. قصص كتيره قوي نادي الزمالك بيعاني منها يا جماعه. دخلنا في ملف الصفقات، دخلنا في كمان احمد ابو الفتوح. نادي الزمالك بصراحه يا جماعه داخل في دوامه، داخل في حاره سد. كمان انباء عن رحيل جوزي جوميز، انباء عن رحيل سيف الجزيري، داخلين في حته مش لطيفه. اخبار كتير بتقول اشرف بن شرقي خلص، دي الحسنه الوحيده اللي ممكن اقولها في خلال الشهر الاسود اللي احنا شفناه كلعيبه او كجماهير او كاداره بالنسبه لنادي الزمالك. فعايز اتكلم بكل هدوء كده بالنسبه لازمه احمد والفتوح. محمود عبد المنعم كهربا، خلاص يا جماعه بنسبه كبيره المباراتين الجايين دول اخر مباراتين لي مع النادي الاهلي. كولر حسم موقفه وقال ان اللاعب المتميز جدا خارج حساباته الميركاتو الجاي او الوضع الجاي او السيزون الجاي، فكهربا مش مكمل مع النادي الاهلي. النهارده كمان في مباراه موتور سبورت هو كابتن الفرقه. كهربا لعيب كبير، كهربا لعيب متميز، كهربا من افضل اللعيبه، لو اخذت فرصتها هتكسر الدنيا. انا شايف استمرار كهربا مميز جدا، لان خلاص احمد عبد القادر سافر الى قطر عشان يعمل الكشف الطبي في نادي قطر القطري، هيروح سنه على سبيل الاعراب بعدم احقيه الشراء. يعني نادي قطر القطري هيدفع النادي الاهلي 500,000 دولار واللاعب هياخد 1,000,000 دولار في الموسم، هيلعب موسم واحد على سبيل الاعاره في نادي قطر القطري. طب هل في احقيه الشراء من نادي قطر القطري؟ لا.